خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، الرئيس السيسي يشيد بتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. الرئيس السيسي يؤكد أن معبر رفح مفتوح دائما وأبدا دون حاجة لإثبات ذلك أو الرد على أي أكاذيب. مع تواصل الغارات على غزة، حراك دولي للتوصل لهدنة إنسانية، والمعارضة الإسرائيلية تطالب بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو لفشلها في استعادة المحتجزين. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية الذكرى 72 لعيد الشرطة، حيث أضاف أن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمناً غالياً من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكاً منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعاً مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية، وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل. نجدد التحية على حضراتكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها. وجدد الرئيس السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها
علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. وختاماً، وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وأؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وأضاف الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار اليوم لدخول المساعدات، مشيرا إلى أن هناك عراقيل من جانب إسرائيل في دخول المساعدات. أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة إزاي؟ الناس دي عايشة إزاي؟ بالمناسبة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في السبعة أيام في ال 30 يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدي لكده. وده ده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن. يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان. هذه الحكاية. طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن، ولازم تكونوا متأكدين من ده وأنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول، ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا المخابرات العامة. إحنا ما نعملش كده، إحنا ما بنعملش كده. شدد الرئيس السيسي على أنه سيتم إطلاق حوار أعمق فيما يخص الجانب الاقتصادي، وأضاف الرئيس أن الأزمة الحالية لها حلول تعتمد على تعاون الجميع حكومة وشعبا. الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل. إذن الأزمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول أكيد، بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا، علينا كلنا. هقول لكم على حاجه، كنا بنجيب ب 4.5 مليار دولار سيارات في السنه، بجيب ب 2 مليار وشويه دولار موبايل. انا بقول الكلام ده ما في الاخر انت بتروح للبنوك او للبنك المركزي وتقول انا عايز افتح عشان اجيب ده واجيب ده واجيب ده. احنا بنتكلم في دوله دلوقتي بقت 106 مليون بالمناسبه، 106 مليون مطلوب ان احنا تبقى متوفر لها كل شيء. طب الكلام اللي انا بقوله ده بقوله دلوقتي ليه؟ بقوله اولا عشان اسجل احترامي للمصريين، والله انا بحلف بالله، بحلف بالله وتقديري لهم، وانا بقول فيها للمواطن الغلبان والبسيط
قبل أي حد تاني، بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة أسماء مجموعة من شهداء الشرطة وسام الجمهورية تعبيرا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريما لأسرهم. كما منح الرئيس السيسي أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة لتميز أدائهم وتفانيهم في العمل. We'll be right back.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة قبل أن يتم عزف سلام الشهيد. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن رجال الشرطة حققوا بجانب رفقاء الضرب بالقوات المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب. وخلال الاحتفال بعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، أشاد وزير الداخلية بنجاح الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين وفي ضبط القائمين عليها، لافتا إلى استحداث مركز العمليات الأمنية بأحدث التقنيات التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريا زكي الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية 72 وحلول الذكرى 13 لثورة 25 من يناير. وأكد القس أندريا زكي أن تلك المناسبة تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المصرية الأوفياء وبدورهم الوطني في حماية أمن بلادنا والمصريين. كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة المصرية. جسدت معركة الإسماعيلية المعنى الحقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي، وتحتفل الدولة المصرية يوم 25 من يناير كل عام بعيد الشرطة تخليدا للبطولات التي قدمها رجالها فداء للوطن. 72 عاما مرت على معركة الإسماعيلية، التجسيد الحقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي، تلك المعركة التي أضحت دليلا واضحا لشجاعة رجال الشرطة، ليس فقط في التصدي للتهديدات الداخلية، بل أيضا للتصدي للعدوان الخارجي. في عام 1952 وصلت حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى ذروة عقب زيادة أنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني، حيث تم إلغاء معاهدة 1936 التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا، مما أدى إلى إنذار بريطانيا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتها للقوات البريطانية ورحيلها عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة والانسحاب إلى القاهرة، بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين المصريين يعملون تحت حماية الشرطة المصرية. لذا خطط البريطانيون لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الانفراد بالمدنيين وتجريدهم أي غطاء أمني. ثم تأتي رياح الوطنية المصرية بما لا تشتهيه شراعات العدوان البريطاني، فتعلن قوات الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية رفضها تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات المعادية. ذلك الرفض الذي تطلب من رجال الشرطة المصرية الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام اشتد على إثره غضب القائد البريطاني في القناة، فأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، في الوقت الذي لم تكن فيه قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع، مما أسفر عن استشهاد 50 شرطيا مصريا وإصابة 80 آخرين، لتستولي القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية بعد دفاع أسطوري سجلته الشرطة المصرية في التاريخ بحروف من الذهب. أكثر من 7000 جندي بريطاني حاصروا مبنى المحافظة والثكنات التي لم يكن فيها سوى 850 جندي مصريا فقط، مما جعلها معركة غير متكافئة عتادا وعددا بين الجانبين، بل تجاوزت القوات البريطانية أكثر وأكثر
وعمدت إلى مداهمة القرى المسالمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بزعم اختفاء الفدائيين داخلها. وقد تم تخليد ذلك اليوم الأسطوري في تاريخ الشرطة المصرية، وتم تسجيل يوم 25 من يناير من كل عام يوماً تحتفل فيه الدولة بعيد الشرطة ودورهم في معركة الإسماعيلية، حيث سطر رجال الشرطة بدمائهم بطولات لن تمحى من ذاكرة الوطن، وستظل رواية فخر يحكيها الآباء لأبنائهم على مدار تاريخ الوطن. وبالتزامن مع الاحتفاء بدماء شهداء الشرطة والاحتفال بعيدهم، تمضي منظومة العمل الشرطي في طريقها نحو تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي. يواصل معرض الكتاب باستعداداته النهائية لافتتاح فعاليات نسخته 55. ينطلق المعرض اليوم بشكل رسمي على أن يفتح أبوابه للجمهور بدءا من يوم غد وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. نصنع المعرفة ونصون الكلمة. شعار معرض الكتاب في نسخته 55 هذا العام يأتي بسمة أثرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية، فترى الجميع هنا على قدم وساق يستعدون للانطلاق. معرض الكتاب دوت يعني كان حلم للواحد وهو صغير، فلما انشأنا دار البحرانية ودخلنا في المعرض من أول سنة اشتراك لينا الحمد لله رب العالمين، بنلاقي ان هو ده يعني احتفاليه جامده قوي، وخاصه معرض القاهره الدولي للكتاب. بنشارك في مجموعه كبيره جدا من الكتب والاصدارات، اهمها طبعا الروايات والمجموعات القصصيه، الدواوين الشعريه، مجموعه كبيره جدا جدا من النتاج الادبي نتيجه حصيله سنه كامله من الجهد الذهني اللي بيستغرق من الكاتب وقت طويل جدا بينتظر معرض الكتاب علشان يبقى سعيد بالنتاج الادبي بتاعه. تم اختيار دكتور سليم حسن هذا العام شخصية المعرض لما يمثله من قيمة تاريخية أثرية مصرية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالثقافة والقراءة واختيار الكتب بالمعرض. بنستعد طبعا بالكتب الجديدة، أنا مستعد لكتب الشباب، عندي كتب رائعة في التنمية البشرية، في كتب في التربية، في عندي الكتب إحياء تراث الشيخ محمد متولي الشعراوي، تفسير كامل للشيخ الشعراوي، عندي متفرقات زي السيرة النبوية، قصص الأنبياء، الحاجات دي موجودة. متنوعين في حاجات كتيرة، مجالات كتيرة، تطوير ذات، كتب، روايات، أطفال الحمد لله، وأكترتها بتبقى كتب مترجمة، والكتب دي أصلا الترجمة بتاعتها بتفيد أطفال أكتر في المعرفة. بنحاول إن احنا ننمي عقل الطفل، مش بنعمل قصة كتب الطفل بس عادي، انما لا بيبقى كمان بنحاول ان احنا نتواصل معاه في كذا حاجة ان هو تنمية عقل. وتتنوع المعروضات هذا العام من كتب تاريخية ودينية وأجنبية ومترجمة، بالإضافة لفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من مسرح ورسم وفنون مختلفة. خلية نحل من دور نشر وأصحاب أفكار ومبدعين وعمال يعملون سويا بهمة ونشاط من أجل الخروج بمعرض الكتاب في نسخته 55 بأبهى صوره، والذي يهدف في الأساس للحفاظ على الهوية المصرية تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل البرنامج الفني المصاحب للدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي يفتتحها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها للجمهور من يوم 25 من يناير الجاري حتى 6 من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية. كما سيتم تقديم عدد من العروض المميزة لضيف الشرف دولة النرويج التي تشارك بفرق للفنون التراثية وإلقاء شعر لعدد من شعراء النرويج. وتم تخصيص يوم للتراث والثقافة الفلسطينية يحتفي بفلسطين وتاريخها وأدبائها، وندوات ثقافية وعروض خاصة لفرق التراث الفلسطيني. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورج وصل للقاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة، وبحث إطلاق سراح المحتجزين. وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول، وأشار إلى أن ماكجورج سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية ولجهود حماية المدنيين الفلسطينيين. وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال. قالت مصادر رسمية إن إسرائيل وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا. وذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة. هذا وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها مصر وقطر وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاءا بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيجتمعان غدا للتباحث في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس. وذكرت صحيفة إدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الخلافات بشأن صفقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول المحتجزين كبيرة جدا. وأوضحت أحرنوت أن هناك فجوات كبيرة في المطالب والآراء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الصفقة الجديدة، وأنه لا تقدم في المحادثات حول المحتجزين. أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن صدمته، قائلا إن إسرائيل لم تكن حزينة مثل اليوم، وأنه لا يدري كيف وصل بها الحال إلى هذا الوضع. وأوضح لابيد أنه في كل يوم يقتل فيه المزيد من الجنود، وأن الأمل في عودة المحتجزين يتضاءل. أضاف أيضا زعيم المعارضة أنه كان ينبغي إطلاق سراح الأسرى أولا ثم احتواء حركة حماس ثانيا، متسائلا كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة يخترق حدودها سيارات دفع رباعي. نظمت عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية احتجاجا خارج مبنى الكنيست للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو ولإجراء انتخابات مبكرة. جاء ذلك قبل أن يقتحم أهالي الأسرى قاعات الكنيست موجهين تهاماتهم للحكومة بعدم الاكتراث بمصير الأسرى ومطالبين بصفقة تبادل فورية مع حماس. يأتي هذا بينما قدم حزب العمل مشروع قانون لحجب الثقة عن الحكومة لفشلها في استعادة المحتجزين.
אומר לי אותו הדבר. הגשש חלן וחברו עוז חייבים להמשיך. ודברים דומים אני שומע מבני המשפחות של... هذا زلزال 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 يا رب ارفع عنا يا رب. أظفرنا إن شاء الله غير نطلع نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها أن 110 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد، فضلا عن 63740 مصاب. تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على أنحاء قطاع غزة لليوم العاشر بعد 100 من العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة. وأسفرت الغارات التي يشنها الاحتلال منذ صباح اليوم عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، حيث استهدفت الغارات الأجزاء الغربية لمدينة خان يونس. كما شهدت منطقة خان يونس عدة أحزمة نارية تزامنا مع قصف مدفعي عنيف. كما استهدفت الغارات مدينة رفح بجنوب القطاع ومخيم النصيرات ومنطقة جباليا شمالي القطاع. واستهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مباشر أيضا المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي والتي تضم النازحين، مما أدى لسقوط شهداء ومصابين. طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بإخلاء مناطق مختلفة من مدينة خان يونس. وقامت قوات الاحتلال في الوقت ذاته بتطويق المدينة، مما منع سكانها من الفرار واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين العزل. هي الليلة العاشرة بعد 100 من العدوان عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واستمرارا لمساعيه الإجرامية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة في خان يونس. وعلى الرغم من هذه الأوامر، مارست قوات الاحتلال اعتداءها الوحشي المعتاد على القطاع المنكوب بمدفعيتها الثقيلة، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وتوسيع حجم الدمار في البنايات والمنازل والبنية التحتية غرب القطاع. وفي خان يونس التي لاقت النصيب الأكبر من الاعتداء الهمجي، قصفت مدفعية الاحتلال استراحات تؤوي نازحين غرب منطقة المواصي جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد عدد غير معلوم من المدنيين. كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مباشر على مبان في مستشفى ناصر، وانتابت حالة من الهلع الشديد النازحين في محيط المستشفى بسبب القصف المتواصل، فيما تعرضت حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر بسبب عشرات الشظايا التي تطايرت في محيطه، على الرغم من مناشدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني للعالم بوقف الحرب في غزة بعد أن استشهد نازحون جراء استهداف أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس مركز الهجوم البري الإسرائيلي. وفي رفح الفلسطينية لم تكتفي قوات الاحتلال بمفسعيتها، بل نشرت قناصتها في كل مكان، وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها صوب مركبة مدنية فاستشهد عدة مواطنين.
هذا وما زال العالم المتمدين الذي يسير نحو الهاوية جراء ظلم البين الذي يتعرض له الأبرياء ما زال يدير ظهره لعمليات الإبادة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. الله أكبر. استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز عناب العسكري شرق محافظة طولكرم الواقعة شمال الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشاب وأغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين أمام حركة المرور. وفي سياق متصل، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة، كما أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة نابلس الواقعة شمال الضفة. تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والقذائف الفسفورية بلدات كفر كلا والناقورة، هذا وتحلق طائرات الاستطلاع فوق بلدتي صور وبنت جبيل تزامنا مع إطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في المناطق المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وخروج المصابين ورعايا الدول. كان المعبر قد شهد خلال الساعات الماضية دخول 60 شاحنة مساعدات وأربع شاحنات وقود، حيث يجري إدخال المساعدات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري وناظره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. للمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري مباشرة من رفح. أهلا بك محمود، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. تحياتي لك نهى ولكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من هذه المنطقة القريبة من معبر رفح، ولكن هذه المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من شاحنات المحملة بعدد كبير من الأطنان الخاصة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق للتجهيز والاستعداد إلى التوجه إلى بوابة معبر رفح المصري دخولا إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة لإجراءات عملية التفتيش ثم الذهاب إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني. نتحدث اليوم تحديدا أيضا عن الحركة أمام معبر رفح، نتحدث فيما يتعلق بالشاحنات، 110 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 150 شاحنة دخلوا من بوابة معبر رفح المصري متجهين إلى منفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 6 شاحنات للوقود، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار. أيضا فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمصابين، وأن هذه البوابة لم تغلق يوما واحدا كما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم في عيد الشرطة، بأن هذه البوابة لم تغلق طوال الأسبوع وطوال الشهر في دخول المساعدات أو حتى استقبال الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم استقبل معبر رفح 16 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من 30 مرافقا لهؤلاء المصابين، بالإضافة إلى عدد من الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية. هذا فيما يتعلق بحركة الشاحنات والمساعدات، لكن أيضا على الجانب الآخر مصر تقوم بمهمة كبيرة فيما يتعلق بتسهيل عمل المنظمات والوفود والزيارات. منذ قليل كان في معبر رفح البري ممثل أو مبعوث وزير الخارجية البريطاني مارك برايسون الذي وصل بالأمس وكان في زيارة تفقدية كنا نتابعها في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر، ولكن اليوم
هو تفقد يعني المساعدات الموجودة وحجم الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح البري. هذه الزيارة هامة بالطبع يعني للوقوف على كل المساعدات التي تبذلها الحكومة المصرية والصعوبات التي تواجه دخول الشاحنات فيما يتعلق بالإجراءات التفتيشية الموجودة على منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. وكان هناك إشادة كبيرة بالأمس بهذه الجهود التي تتم من الحكومة المصرية وأيضا من جمعية الهلال الأحمر المصري واطلع على كل حجم هذه الشاحنات. أيضا منذ قليل مطار العريش استقبل وزيرة الدفاع الهولندية في زيارة تفقدية أيضا للقائها بالمسؤولين في محافظة شمال سيناء، وربما أيضا بعد قليل ستصل إلى معبر رفح لتفقد الوضع أمام معبر رفح. فبالتالي كل هذه زيارات مهمة وتقوم مصر بالتنسيق وتسهيل مهمة هذه المنظمات وهذه الزيارات للوقوف على آخر الاستعدادات والجهود التي تبذلها مصر دعما للأشقاء في قطاع غزة. وصلت الصورة كاملة. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربتين أخريين في اليمن وتدمير صاروخين مضادين للسفن أطلقتهما قوات الحوثي وكان موجهين نحو البحر الأحمر. وتعد الضربتان الأمريكيتان هما الأحدث ضد قوات الحوثي بسبب استهدافهما لحركة الشحن في البحر الأحمر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح قوات الحوثي وإيقاف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضافت صحيفة فاينانشال تايمز أن واشنطن لم تتلقى أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين. وذكرت الصحيفة أيضا أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم نائبا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد. وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد. وأعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح في 17 من يناير، وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي ولم يعين حتى الآن وليا للعهد. كبد الجيش الصومالي العناصر الإرهابية خسائر فادحة أثناء محاولتها شن هجوم على مدينة عاد بمحافظة مدغ وسط البلاد. وأوضح مسؤولون بالجيش الصومالي أن الجيش نجح في التصدي للهجوم وفي تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح وبإفشال المخطط الإرهابي. فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامشير أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي. من ناحية أخرى، قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مرارا خطابا انتخابيا للرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية. خطوة إضافية حققها الرئيس السابق دونالد ترامب في مسيرته لانتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. هذه الخطوة الجديدة أحرزها ترامب عبر هزيمة منافسته الوحيدة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث فاز في ولاية نيوهامبشير أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة. يأتي هذا الفوز الثاني لترامب من أجل تمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي. من جانبها أقرت منافسته بهزيمتها أمام ترامب، لكنها أكدت مضيها في السباق حتى النهاية. في المقابل، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة على المحك
بعد فوز سلفه ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير. وبعيدا عن منافسه الجمهوري، يواجه بايدن طريقا انتخابيا ملبدا بالغيوم على خلفية اتهامات شعبية بالجملة حول دعمه للعدوان على غزة. فخلال خطاب ألقاه في تجمع انتخابي في مانساس بولاية فيرجينيا قرب واشنطن، اضطر بايدن للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي يساءل فيها بايدن علانية بشأن موقفه من الهجمات الإسرائيلية المستعرة منذ 3 أشهر ونصف على قطاع غزة، ولم يحدث من قبل أن قاطع أحد خطاباته بهذه الوتيرة، مما يشير إلى تراجع شعبيته بشكل كبير. أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للهيئة شهدت نشاطاً لافتاً خلال عام 2023 من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن. واستقبلت موانئ العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط ما وصل إجماليه إلى 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة. واستقبلت كل من مواني السخنة واللدبية وطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال العام. نفذ برنامج مشروعك أكثر من 210 ألاف مشروع بإجمالي استثمارات 27.8 مليار جنيه منذ انطلاقه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ولمكافحة البطالة. ويوفر برنامج مشروعك برامج تمويلية ميسرة تتيح قروضا للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كافة المجالات الإنتاجية، والتي تساهم في سد احتياجات السوق المحلي وفي توفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. تتواصل فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل. وعلى هامش هذه الفعاليات التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع أوليفر فاريلي. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولوية التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي وفقا لأولويات الدولة. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي، والتي تأتي استمرارا لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة، الرئيس السيسي يشيد بتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. الرئيس السيسي يؤكد أن معبر رفح مفتوح دائما وأبدا دون الحاجة لإثبات ذلك أو الرد على أي أكاذيب.
مع تواصل الغارات على غزة، حراك دولي للتوصل لهدنة إنسانية، والمعارضة الإسرائيلية تطالب بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو لفشلها في استعادة المحتجزين. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، في أمان الله.